السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نشرح لكم قصيدة رثاء ابن الرومي. عندنا الفكرة العامة من الأبيات من 1 إلى، طبعا هذه أفكار عامة، ولكن الفكرة الرئيسية هي رثاء ابن الرومي لابنه الأوسط. الفكرة العامة الأبيات من 4 إلى 5، سخط الشاعر على الموت. من 5 إلى 7، تحسر الشاعر على فقدان ابنه الأوسط. من 8 إلى 10، مرض الابن قبل موته. من 11 إلى 14، تغيير حال الشاعر بعد موت ابنه. الآن نقوم بشرح الأبيات من 1 إلى 4. في البداية معاني الكلمات: يشفي يريح، لا يجدي لا ينفع ولا يفيد، جودة أكثر من البكاء. عندنا هنا هلك، نظيركما مثلكما، المنايا مفردها المنية ويقصد به الموت، رميها أصابت، حبات القلوب فلذات الأكباد، عمد قصد، توخي اللي هو اختار. الآن ننتقل إلى باقي الكلمات. هنا قضاء، واسطة العقد، الجوهرة التي تتوسط العقد، شملت تأملت، لمحاته محاسنه، آنست وجدت، أفعاله صفاته، آية علامة، الرشد التعقل. الآن نقوم بشرح الأبيات 1 و2. يخاطب الشاعر عينيه قائلا: إن بكاؤها على ابنه الذي فقده يشفي من بعض ما يجده من حزن وأسى، وإن كان لا ينفعه في رد ابنه إليه، ويطالبهما بكثرة البكاء. أما في البيت 3 و4، يدعو الشاعر على الموت واختياره عن تعمد وقصده فلذات الأكباد، مخبرا أن الموت اختار ابنه الأوسط، متعجبا كيف اختار الجوهرة التي في وسط العقد وهي أثمن ما فيه وأنفاسه، مشيرا بذلك مكان ابنه الخاص في نفسه متحسرا عليه. جماليات وأساليب: الصورة الجمالية في البيت الأول بكاكما يشفي، شبه الشاعر الدموع بالدواء الشافي. الصورة الجمالية في البيت الثاني: ألا قاتل الله المنايا ورميها، من القوم حبات القلوب على عمدي، شبه الشاعر المنايا بالعدو الذي يقاتل. الصورة الجمالية في البيت الثالث: عندنا هنا شبه الشاعر الموت بإنسان يختار ضحيته. الآن ننتقل إلى هنا. الصورة الجمالية في البيت الثالث: فالله كيف اختار واسطة العقد، شبه الشاعر ابنه الأوسط بالجوهرة الثمينة التي تتوسط العقد، والعقد الدال على الترابط والجمال، وإذا فقد العقد واسطة فسيفقد معه الكثير. هنا فجودة أسلوب أمر غرضه التمني. أسئلة المناقشة: صور الشاعر الموت بإنسان يختار ضحيته، حدد البيت الدال على ذلك، طبعا هو البيت الثالث. وجد الشاعر في ابنه التعقل والصلاح قبل فقده، حدد البيت الدال على ذلك اللي هو البيت الرابع. الحين نتكلم عن البيت 5 إلى 7. معاني المفردات: طواه دفنه، الرداء الموت، مزاره قبره، أنجزت حققت، المنايا الموت، وعيدها التوعد، أخلفت نقضت، الآمال الأمنيات. كذلك عندنا هنا وعد الوعد، المهد فراش، اللحد القلب، ضم وضع.
الآن نشرح الأبيات من البيت الخامس. أبعد الموت الإبن الأصغر عن والده فأصبح مزاره بعيدا رغم قربه مكانا. في البيت السادس يشبه الشاعر الموت بعدو نفذ تهديده باختطاف ابنه الأوسط، ويتحسر على الآمال التي أخلفت وعدها، فقد يأمل أن يكبر الابن ويكون له شأن. البيت السابع يتحسر على الحياة القصيرة التي عاشها الابن، حتى أنه لم يعش فترة كافية لينسى عهد الطفولة التي كان يحياها حين اختطفه الموت. الجماليات والأساليب، لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها يشبه الشاعر الموت بعدو نفذ تهديده باختطاف الابن الأوسط. عن المناقشة، ماذا يقصد الشاعر باستخدام كلمة بعيدا وبعد في البيت الخامس أي في القبر؟ ماذا يقصد الشاعر حين استخدم الكلمة على قرب قريبا عندنا أي في قلبه؟ كذلك عندنا في البيت الثامن إلى البيت العاشر معاني الكلمات. ألح استمر النزف سيلان الدم أحاله حوله الجادي الزعفران يذوي ينقص شيئا فشيئا القضيب الغصن المقطوع الرند شجر طيب الرائحة ينفطر ينشق أقسى أكثر صلابة الصلد الصلب. عندنا هنا في البيت الثامن والتاسع والعاشر يصور فترة مرض الابن، فقد دام به النزف فتحول لونه من حمرة الورد الدال على السعادة والنضارة إلى اللون الأصفر الشاحب، وأخذت نفسه تتساقط شيئا فشيئا ويذبل جسده الغض كما يذبل عود الطيب. ولذلك فالشاعر يتعجب لقلبه وكيف لم يتشقق حزنا وألما لمنظر الابن والموت يأخذه. كذلك عندنا هنا الجماليات، حتى حاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد. شبه الشاعر ابنه قبل المرض بالورد وبعد المرض بالزعفران، ويذوي كما يذوي القضيب من الرند. شبه حال الابن عند الموت بحال العود الرند الخفيف الذي يذبل. كيف لم ينفطر له؟ أسلوب استفهام الغرض منه التعجب. البيت الحادي عشر إلى الرابع عشر لعمري قسم حالت تغيرت ثكلت فقدت سروري سعادتي ثكلته فقدته لذة عيش الدنيا أخا زاهد ترك ملذات الدنيا لا تجدي لا تنفع. كذلك عندنا هنا شرح الأبيات. شرح البيتين الحادي عشر والثاني عشر يؤكد الشاعر أن حالة تغيرت بعد وفاة ابنه، متمنيا لو أن كان يعلم كيف سيكون حال ابنه بعد فراق والده. ويشرح الشاعر كيف تغيرت حاله، فيذكر أنه فقد سروره كله إذ فقد ولده، كما أنه زهد في الحياة ولذاتها. شرح البيت الثالث عشر والرابع عشر، عندنا هنا يخطف ابنه فيناديه بأن ريحانه عينيه وأنفه وحشاه، يتمنى لو كان يعلم هل تغير ابنه على العهد الذي كان عليه. الجماليات لعمري أسلوب قسم كيف حالت به بعدي أسلوب استفهام ثكلت سرور شبه الشاعر السرور بإنسان يفقد أو ميت. عندنا هنا سأسقيك ماء العين، طبعا هنا كناية على الكثرة بالبكاء واستمر انهمار الدم. الآن نقوم بحل أسئلة والتمارين، استعين بالمعجم في كشف عن المعاني. عندنا هنا حمام قضاء شملت تأملت الرند العود يذوي يتألم الجادي نبات الزعفران. كذلك عندنا هنا تخير الجواب ودي نظري كما عندي اللي هو الهلك. من يخاطب الشاعر في البيت الأول؟ العينين. بما يدعو الشاعر على المنايا في البيت الثاني؟ يدعو المنايا بالموت والفناء، وهذا يدل على الحقد والكره. بما شبه ابن الرومي ابنه في البيت الثالث؟ بالعقد الثمين، وهذا دليل على حبه الشديد لهم. في أي مرحلة عمرية توفى ابن الشاعر؟ في مرحلة الصبا منذ الصغر.
اقرأ من النص ما يشير إلى أن الابن الشاعر عاش فترة قصيرة، لقد قل بين المهد واللحد لبثه. يبدو أن ابن الشاعر كان أحب أبناء إليه، ورمي هامي القوم حبات القلوب على عمد. صور ابن الرومي ابنه المتوفي في البيت الخامس بعيدا وهو القريب، أي أن البعيد عنه في قبره والقريب منه في قلبه. شبه ابن الرومي الموت بعدو نفذ تهديده باختطاف، لأن الشاعر متشائم فقد اعتقد أن الموت عدو الذي يعدوه يقتل ابنه وقد وفى بوعده. كيف صور ابن الرومي النزيف؟ أحال النزيف لابنه إلى اللون الأصفر، وهذا دليل على المرض. بما صور ابن الرومي ابنه في البيت التاسع، شبه ابنه بالقضيب. استخدم الشاعر الفعلين المضارعين تساقط ويذوي، طبعا يدل على التجدد والاستمرار. تغير حال الشاعر بعد موته، أصبح حزينا وقد حرم على نفسه الطيبات، والدليل في البيت الثاني عشر. عندنا هنا ماذا يعني ابن الرومي بقوله سأسقيك ماء العين؟ يعني أن لن يتوقف عن البكاء عليه. يبدو الشاعر متيقنا من عدم فائدة البكاء، إلا أنه يصر عليه في البيتين الأول والأخير بسبب حزنه الشديد على فقد ابنه، وحتى يريح من الألم نفسه ويخففه من آلامه. صور الشاعر ابنه بعدة صور تدل كلها على مكانته الأثيرة في نفسه. وضح الصورة في البيت الأول والثالث والثالث عشر، طبعا العين جوهرة القلب. هذا هو ملخص الدرس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثامن لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا.